حياة المشاهير، بنقرب لك النجوم. كريمة، دخولها عالم الفن كان من خلال ملامحها الجميلة الهادئة، فقد سعت إليها الأضواء وهي لم تحلم يوماً أن تصبح نجمة وتتهافت الأضواء عليها وتتزوج أحد أهم الفنانين في تلك الفترة. إنها الفنانة كريمة، أو فاتنة المعادي كما كانت تلقب. رحلتها الفنية قصيرة جداً، وبرغم ذلك حصلت على شهرة كبيرة نتيجة لموقفها الإنساني، وهذا ما سنتعرف عليه بالتفصيل في حلقة اليوم، فتابعونا. إذا كانت هذه هي المرة الأولى لكم في قناة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجابا للفيديو. ولدت كريمة عبد الله عبد الرحيم الأسطى في مارس من عام 1934، وهي من أصول شركسية، وتربت في أولى مراحلها العمرية بمحافظة الزقازيق في عائلة محافظة، ودرست في القسم الداخلي بمدرسة نوتردام بالزيتون. كانت كريمة تتميز بجمال مميز، كما كانت مدللة من والديها. وهي لم تتجاوز 16 من عمرها تزوجت من شخص ثري، وانتقلت للعيش في حي المعادي. وفي إحدى الأيام حصلت على لقب فاتنة المعادي ضمن مسابقة نظمها نادي المنطقة، وبعد ذلك بدأت تنهال عليها العروض السينمائية، أهمها دور بطولة مع الموسيقار محمد عبد الوهاب، ولكنه لم يتم. قابلت الفنانة كريمة المخرج عاطف سالم وقدمها إلى السينما في فيلم وحش البحر، وكان نقلة في حياتها الفنية والشخصية، فقد وصل خبر عملها بالسينما إلى أهلها، ولأن عادات أهلها لا تسمح بالعمل في الفن، قرروا أن يطالبوا زوجها بطلاقها لأنه لم يحافظ عليها، وتم الطلاق. وأثناء انفصالها عن زوجها قررت أن تتجه إلى عالم الفن رغما عن عائلتها. شاركت كريمة في عدد قليل من الأعمال السينمائية، منها إزاي ينساك، الملاك الصغير، مليش غيرك، أنا بريئة، وحصلت على أول بطولة لها أمام الفنان عبد السلام النابلسي في فيلم حلاق السيدات. خلال رحلتها الفنية تقابلت مع فارس أحلامها الموسيقار والفنان محمد فوزي، وقد أعجب بجمالها الداخلي والخارجي، واتفقوا على الزواج، وطلب منها اعتزال الفن، وهي وافقت على ذلك لتنهي رحلتها الفنية القصيرة جدا، وتبدأ رحلتها مع الألم والمعاناة، فقد قضت فترة طويلة إلى جوار زوجها محمد فوزي في رحلة مرضه وتأميم أملاكه، فشاركت معاناته مع المرض الشديد، ونتيجة مرضه سافر إلى الخارج، بينما كانت هي إلى جواره، وحصلت على دورة في التمريض حتى تستطيع العناية به. وتروي الصحف عدد من المواقف التي تدل على وفاء الزوجة لزوجها، ومن هذه المواقف أنها استأجرت فتاة إنجليزية أثناء تواجدهما في لندن للعلاج، وطلبت منها تمثيل دور معجبة حتى ترفع من معنويات زوجها. وبالفعل فقد فرح فوزي بالمعجبة الإنجليزية وارتفعت معنوياته. قصة أخرى سجلتها الصحف المصرية عندما أقنعت فوزي بإجراء عملية لإزالة حصوة كانت تؤلمه بعد أن ظل يتهرب ويماطل ومصرا على عدم إجرائها، واتفقت الزوجة مع الطبيب على تهيئة غرفة العمليات في نفس الليلة، وطلبت منه أن يلجأ إلى الحيلة فيحقن فوزي بإبرة منومة ويتم نقله إلى المستشفى لإجراء العملية له دون أن يشعر بما حدث. وعن حياتهم الزوجية صرحت كريمة في إحدى الصحف قائلة: كان عطوفا ومحبا لكل من حوله،
فقد ربى معي أولادي حتى أنه غنى أغنية ماما زمنها جاية لابنتي هبة وكان عمرها عاما واحدا. جدير بالذكر أن الفنانة كريمة لديها 3 أولاد هم المعتز بالله، الإيمان بالله، هبة الله من زوجها الأول، وأنجبت من الفنان محمد فوزي ابنة واحدة، وبعد وفاته لم تقبل على الزواج مجددا على الرغم من صغر سنها وجمالها، وتبرر ذلك قائلة: لم يأتي أحد يملأ الفراغ الذي تركه فوزي في حياتي. وفي 10 من نوفمبر عام 2005 رحلت عن عالمنا نتيجة إصابتها بمرض السرطان عن عمر يناهز 71 عاما. وفي النهاية نقول أنه عندما يجتمع الجمال الظاهري والجمال الداخلي في امرأة، يكون زوجها هو الأسعد من بين كل الرجال، وهذا هو الحال مع الفنانة كريمة. كان معكم رشا رجب. إذا أعجبك الفيديو أخبرنا في التعليقات، واضغط زر الإعجاب، واشترك في القناة، ولا تنسى تفعيل الجرس ليصلك كل جديد لدينا.